عرف المركز الثقافي بالمرسى في العاصمة تنشيط ندوة صحفية للكاتب الروائي حامد ياسين حول روايته الجديدة أبناء القمر الصادرة عن دار الفردوس، والتي قدمها للحضور وشرح محتواها وأهم فصولها. تضمنت العديد من زوايا يعني مهمة جدا في بالنسبة كجزائريين نحن، وفيها أيضا قيم ومبادئ عالمية وإنسانية. جاءت في الحقيقة فيها الجانب التاريخي، الجانب الاجتماعي، الجانب التربوي، الثقافي، سامية في الحقيقة جاءت على لسان كليلة ودمنا، باش وحاولت أن نمر من خلالها رسائل بطريقة سلسة بناءة بدون تجريح وبدون أي مس، لأن الهدف هو الإصلاح والبناء وليس أي شكل. الكثير من الضيوف استحسنوا هذا المولود الأدبي الجديد الذي يضاف للمكتبة الوطنية وللقارئ الجزائري والعربي، كما تعد هذه الرواية الثانية بعد روايته سفيرة من الريف. يعد إضافة جديدة ولبنة جديدة في المكتبة الجزائرية، وفي حد ذاته يعد نشاط يعني جديد بالنسبة للشاب. أنا نتمنى له التوفيق يعني في مساره الأدبي. هذا الكتاب أطفال القمر إضافة جديدة للمكتبة وإلى القارئ العزيز. يعتبر ياسين حامد من الروائيين الشباب العصاميين الذين مروا بمراحل صعبة في حياتهم، لكن تجاوزوها بالكتابة والقلم، كما سيشارك مستقبلا في معارض وطنية ودولية. أنا أتكون في حي قصديري، والحمد لله كتبت هذا رواية ثانية عبارة عن صراع من الصباح إلى حتى المساء على المستوى الاجتماعي، على المستوى الظروف المحيطة بنا، على كل المستويات. المجهودات الفردية تبقى موجودة عند الكتاب الروائيين أمثال ياسين مقابل التفاتة من السلطات المعنية لدعمهم والنهوض بالقطاع الأدبي.